عاجل الاستعدادات النهائية قبل ضرب سد النهضة بالدليل، ننشر لحضراتكم التفاصيل. ووزير الري المصري يفجر مفاجأة عن إثيوبيا وسد النهضة، ننشر أيضا لحضراتكم التفاصيل. وبيان عاجل وصار من الرئيس السيسي لكل المصريين والتنفيذ فورا. والقضاء المصري يحدد موعد الضربة الكبرى لجماعة الإخوان الإرهابية، ننشر لحضراتكم التفاصيل في الفيديو. ووزير الري المصري الآن يعلق على هل هناك مفاوضات الآن مع إثيوبيا بخصوص سد النهضة أم لا. صلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، ما تنساش تشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان إن شاء الله يجيلكم أهم الأخبار على طول. وعاوزين نفجر زرار اللايك، عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. واللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحية مصر وانتو وطنيين وقدها. نبدأ على طول مع بعض في أول تفاصيل موضوع والاستعدادات النهائية قبل ضرب سد النهضة بالدليل. وكان في صور لأرتال عسكرية مصرية في السودان بتدعو للتساؤل، أعداد ضخمة لأول مرة مصر تطلع الكمية دي، كمية معدات وأسلحة بالحجم ده. وده مش كلامي، ده كلام كل المحللين العسكريين، إن ده أكبر قوات مصرية بكامل عتادها برية وجوية وبحرية، يعني عتاد عسكري شبه متكامل منذ حرب الخليج الثانية. الحقيقة التفسير الوحيد إن هذه الأرتال العسكرية المصرية، لأنا مش هقدر يعني أنشر لحضراتكم هذه الصور، ممكن تكون يعني تم نشر هذه الصور بطريقة غير شرعية، ولكن تم التعليق من قبل محللين عسكريين، وأنا بنقل لحضراتكم وجهة نظري البسيطة. التفسير الوحيد إن القوة العسكرية الكبيرة اللي في السودان دلوقتي هتكون نواة لبناء قاعدة عسكرية في إقليم الفشقة على الحدود السودانية. هذا عتاد عسكري شبه متكامل، ويستحيل أن يكون الغرض منه تدريبات أو مناورة فقط. طب ليه بقول كده؟ السبب الأول، لو كان الغرض من هذا التشكيل العسكري المتكامل هو التدريب العسكري لتم نقله برا من الحدود السودانية المصرية وإقامة المناورات في الصحراء الشمالية بدلا عن نقلها بحرا ثم مرورها بأكثر من ولاية والتوجه شرقا. السبب الثاني، وجود شاحنات لنقل الجند ضمن هذه الآليات، وهذا الأمر الأغرب لأن البلد المستضيف هو من يتكفل بتوفير مثل هذه الآليات المساعدة تقليلا للتكاليف والوقت والمجهود. السبب الثالث، وجود منظومة دفاع جوي قصيرة المدى ضمن المعدات. وعامة لو ده التفسير الصحيح فده هيبقى ليه فوائد عظيمة لمصر والسودان، هيبقى دعم للجيش السوداني كقوة عسكرية وسياسية ضد حركات التمرد الانفصالية والحفاظ على وحدة أراضيه. ثانيا، ردع إثيوبيا وحماية الأمن المائي والقومي المصري. دي وجهة نظري البسيطة تجاه هذا الأمر، لأن زي ما حضراتكم عارفين تم نشر بعض الصور يعني للقوات المصرية داخل الأراضي السودانية، قوات يعني كبيرة جدا ما شاء الله. والقوات دي بالحجم ده ما بيبقاش للتدريب، يعني ده مثلا نقدر نقول عليها حاجة تانية ممكن ما نقولهاش دلوقتي، قولها في وقتها ان شاء الله. واترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو ياريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة. يلا ندخل على الخبر التالي. ننتقل لخبر آخر، ووزير الري المصري يفجر مفاجأة عن إثيوبيا وسد النهضة. ووزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي كشف إن مصر اقترحت على إثيوبيا خلال التفاوض زيادة فتحات سد النهضة من 2-4 لتأمين احتياجات مصر المائية، لكن إثيوبيا رفضت. عبد العاطي قال في تصريحات صحفية إن إثيوبيا ستشغل فتحتي السد طوال موسم الأمطار هذا العام بقدرة 50 مليون متر مكعب، وضح إن ذلك لا يفي باحتياجات السودان وحدها من المياه. أضاف أنه أثناء التفاوض طلبت مصر من إثيوبيا زيادة فتحات السد 4 على أن تتحمل مصر تكلفة الفتحتين الإضافيتين، لكن إثيوبيا رفضت. وقال قدمنا 15 سيناريو لإثيوبيا لحل الأزمة، لكن تعنت إثيوبيا في المفاوضات
يعود لعدم وجود رغبة وإرادة سياسية للحل، بالإضافة إلى أن لديها مشكلات داخلية غير مفهومة بحسب تعبير عبد العاطي وزير الري. وكشف أنه من بين السيناريوهات المقدمة لإثيوبيا أنه في أسوأ فترات الجفاف ستضمن مصر لإثيوبيا توليد 80% من الكهرباء، لكنها لا تريد أي التزام ولا تريد اتفاقا على الإطلاق. عبد العاطي لفت إلى أن المجتمع الدولي غير مدرك لمخاطر عدم التوصل لاتفاق حول السد، لكنه سيشعر بالأزمة عند زيادة معدلات الهجرة غير الشرعية. وزير الري المصري شدد على أن مصر ستتخذ إجراءات على المدى المتوسط والطويل للحفاظ على مواردها المائية في حالة الاتفاق، لافتا إلى أن ذهاب مصر إلى مجلس الأمن الدولي غير مستبعد. أكد أن مصر لديها سيناريوهات لما بعد الملء الثاني في حالة الاتفاق. وكان وزير الموارد المائية والري في مصر كشف في وقت سابق أن ملف سد النهضة يشهد حاليا تجميدا للموقف فيما يخص المفاوضات، أعرب عن أمله في أن يتم استئناف تلك المفاوضات قريبا. مصدر معانا كان من اليوم السابع وآرتي، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر معانا، والقضاء المصري يحدد موعد الضربة الكبرى لجماعة الإخوان الإرهابية، ومحكمة الاستئناف بالقاهرة حددت تاريخ 6 يونيو 2021 لنظر محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية ومحمود عزة القائم بأعمال المرشد و77 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث المنصة. والمتهمون في القضية هم محمد بديع والسيد محمود عزة ومحمد البلتاجي وعمرو زكي وأسامة ياسين وصفوت حجازي وعاصم عبد الماجد ومحمد عفيفي ومصطفى عبد الخالق وحمدي مرسي شمعة وياسر عبد التواب ومحمد لطفي ومحمد جمعة وعلي رمضان وداود خيرت سليمان وعاصم أبو الفتوح وحمادة البدري وأحمد حسن رزق وجمال كمال وعامر هدية و59 آخرون. ويواجه المتهمون تولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها. وأمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ودبروا وآخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد تنفيذا لغرض إرهابي. مصدر معانا كان من وسائل إعلام مصرية وأرتي، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر معانا وبيان عاجل وصار من الرئيس السيسي، ننشر لحضراتكم التفاصيل والتنفيذ فورا. الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المصري قال إن مصر لن تعاني خلال أزمة الجائحة من نقص السلع الغذائية لأنها دولة كبيرة قادرة على تدبير وتوفيق أوضاعها. وأضاف المصلحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير والمذاع عبر قناة صدى البلد أن الرؤية الواضحة للقيادة السياسية ودعم وزارة التموين ساهم في تفادي حدوث أزمة الجائحة. وتابع وقال لدينا احتياطي استراتيجي كبير من السلع الغذائية وطرق تخزينها تتم على أعلى مستوى. مضيفا الرئيس السيسي خصص 1.8 مليار دولار لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع. أوضح أن القيادة السياسية تدعم وزارة التموين لتوفير احتياطي استراتيجي، وتم استلام 2.9 مليون طن قمح من المزارعين. أكمل لدينا احتياطي من القمح يكفي لمدة 6 أشهر. لفت أن الرئيس السيسي يتسلم تقرير يومي للإطمئنان على توفير السلع الأساسية. المصدر معانا كان من صدى البلد، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر معانا ومتعلق بسد النهضة. وزير الري المصري الآن يعلق على هل هناك مفاوضات الآن أم لا بخصوص سد النهضة. وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي كشف أن ملف سد النهضة يشهد حاليا تجميدا للموقف فيما يخص المفاوضات، ويعني علق عن أمله في أن يتم استئناف تلك المفاوضات قريبا. عبد العاطي قال في مقابلة تلفزيونية هناك تجميد لمفاوضات سد النهضة حاليا ونأمل في أن يكون هناك تحرك سريع للمفاوضات. المبعوث الأمريكي استمع لكل الأطراف ولم يتقدم بأي مقترح حتى الآن.
قال مبعوث الولايات المتحدة استمع للرؤى المختلفة للدول، وهذا من طبع المؤسسات الأمريكية حيث أنهم يسلكون مسلك الاستماع في العادة واستطلاع الرؤى المختلفة ومن ثم الرجوع لدوائر مختلفة لديهم لتشكيل رؤية. فالأمور لا تسير وفقا للآليات الخاصة بهذه المؤسسات هناك بشكل ديناميكي، فتسير في حلقات معينة قبل بلورة فكرة أو طرح للوصول لرؤية أو مقترح يمكن تقديمه للأطراف. بمعنى أنهم يعني بيسمعوا من الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، بيجمعوا المعلومات، بيجمعوا يعني الرؤية للدول الثلاثة وهم عاوزين يوصلوا لإيه، يرجعوا لأمريكا أو المبعوث يرجع لأمريكا يقدم المعلومات للناس المسؤولين عن هذه القضية فياخدوا قرار وبعد كده يتفقوا عليه وبعد كده يطلعوا بيعني حل أو إجابة لهذه القضية المعقدة. عبد العاطي قال إن رئيس الكونغو استطلع بدوره آراء الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا وعاد لتشكيل رؤية، ورغم كونه جاد جدا لكونه قام بزيارات الدول بنفسه إلا أنه أيضا لا يوجد حتى الآن ما تم يعني الاتفاق عليها على أرض الواقع. وزير الري أكد إن مصر لن تقبل بحدوث أزمة مائية في مصر أو موقف أحادي من إثيوبيا، الأمر الذي يعد مخالفا للقانون، وبناء عليه سيتم اتخاذ إجراءات أخرى تخص باقي مؤسسات الدولة بعيدا عن وزارة الري المختصة بالشق الفني. هذه النقطة مهمة جدا جدا جدا، بمعنى أن وزير الري ليس وزير دفاع مثلا، وزير الري يعني مش رئيس جمهورية، مش متخذ قرار يعني يخص الأمن المصري أو الأمن المائي المصري. وزير الري بيقدم بس يعني وجهات، لو احنا اتحطينا في الموقف ده هنعمل ايه، لو احنا مثلا اتفرض علينا الامر الواقع هنعمل ايه، لو احنا مثلا ضربنا سد النهضة هنعمل ايه. يعني وزير الري ليه ان هو يتكلم في الحاجة الخاصة بشغله هو فقط، واتمنى ان تكون الرسالة دي واضحة جدا. يعني لو طلع كلام من وزير الخارجية، لو طلع كلام من وزير الري، الكلام ده كله فني بحت ملوش علاقة بالحفاظ على الأمن المائي باتخاذ قرارات حاسمة. يعني أكيد حضراتكم فاهمين قصدي، المصدر معانا كان من RT. أتمنى من حضراتكم أنكم يعني تصبروا، لأن الحرب خدعة. يعني إيه الحرب خدعة؟ يعني ما ينفعش أقول أنا هعمل كذا، ما ينفعش كده، أنا بكشف ورقي قدام العدو. يعني احنا نصبر شوية ان شاء الله الموضوع ده هيتحل، نكون عندنا ثقة في القيادة السياسية. في تقريبا جيش ضخم جدا في السودان الان، جيش مصري ضخم جدا في السودان الان، فيعني نصبر وان شاء الله الموضوع كله هيتحل باذن الله باي شكل من الاشكال. جينا لنهاية نشرة الاخبار المتواضعة لحضراتكم من قناتكم مصر ميديا IEB على اليوتيوب، وإسلام الأمير مصر ميديا IEB على الفيسبوك. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريبا، نشرة أخبار إن شاء الله قريبة. كان معكم العبد الله الفقير إسلام الأمير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.